السلام عليكم في درس جديد مع كيزاكو.com. في الدرس اليوم نشوفوا مبرهنات القيم الوسيطيه. دونك هذا الدرس سي اون بارتي ديال لو كور ديال اتصال الدوال، و لو شيما ديال الدرس كيتقدم على الشكل التالي. اولا نهضروا التقديم، علاش هاد التيوريم دي فالور انترميديير، دونك كيرمزوا ليه ايضا بالكتابه تي في اي. علاش مبرهنات القيم الوسيطيه علاش كتصلح؟ دونك ثانيا شوفوا الحاله الاولى ديال لابليكاسيون ديال تي في اي، الحاله العامه ديال اف دو اكس كتساوي زيرو. نحاولوا نشوفوا دي كونديسيون فوقاش هذه المعادله كتقبل حل. ثالثا نشوفوا فوقاش هذا الحل تيكون يونيك، دونك كنشوفوا فوقاش الحل تيكون واحد ديال المعادله اف دو اكس ايكوال زيرو. و دونك دابخي لو تيتر ديال تخوازيمون هذا الحل تيكون واحد فاش كتكون عندي اف راه تيبقات عام. تنقدر نقول هذه القضيه ان اف حل واحد. دونك اخيرا نشوف التطبيقات والتمارين. يلا على بركه الله. دونك نتوما شفتو دونك حنا شفنا في اقسام دونك اللي سبقات لينا البكالوريا، شفنا كيفاش نحل المعادله ا اكس بلس بي على زيرو. دونك الحل هو اكس تيكال مون بي سور ا. شفنا معادله من الدرجه الثانيه، دونك شفنا كم كو كاين دلتا بوزيتيف نيجاتيف كيساوي زيرو، على حسب كل حاله كنلقاو الحل للمعادله. دونك تنعرفوا شي دي فونكسيون يوزوال، دونك دوال كلاسيكيه بحال كوسينوس وسينوس فوقاش كيساوي زيرو، يعني فاش كون اكس كتساوي زائد بي سور دو زائد او ناقص بي سور دو بلس دو كاب بي مع كا ينتمي الى زد. ياكم ولكن في الحالات العامه فاش ما كنعرفش، دونك نحسب لا سوليسيون ديال المعادله اف دو اكس ايكوال زيرو. دونك اون فات نعطيكم الحاله العامه. الا كانت عندي اف دو اكس ايكوال زيرو وبغينا نعرفوا هاد الاكس، دونك كاين جوج ديال الحالات. يمكن تحديد اكس على حسب لي مويان اللي كتوفروا عليهم حاليا، يعني المعادلات كتحلوهم كتلقاو لي اكس كتساوي ياك. الحاله الثانيه لا يمكن تحديد اكس، الا ما قديناش نحدو اكس شتي يقول لنا تي في اي. تي في اي تعطينا اون كونديسيون دونك سوفيزونت، يعني واحد الشرط باش تكون اف دونك كتقبل حل للمعادله اف دو اكس ايكوال زيرو. دونك شنو هو تي في اي؟ المعادله اف دو اكس ايكوال زيرو تعطينا دي كونديسيون. اذا كانت هي اف كتحقق لي دي كونديسيون، اف كتحقق لي شروط معينين، فان اف دو اكس كتساوي زيرو، يعني فان يوجد اكس تيل كو بحيث اف دو اكس كتساوي زيرو. دونك هذا هو لو بلوس ديال لو تي في اي، ديال التيوريم دي فالور انترميديير. حنا نشوفو دابا لو بروميير اكزومبل لابليكاسيون ديال تي في اي. دونك شنو هي الحل الاولى؟ حل المعادله اف دو اكس ايكوال زيرو. دونك تي في اي تيقول لك عندي دو كونديسيون، كونديسيون 1 و 2 تي امبليكيو ليا 3. شنو هي ال 1؟ خص اف تكون داله متصله في المجال ا بي. شنو هي داله متصله؟ يعني متصلة ما خط واحد بحال الخيط، ما كاينش تقطعات في المعلم او اي جي، هذه دالة متصلة. دونك اف دالة متصلة في مجال ا بي، وعندي اف دو ا في اف دو بي اصغر قطعة من الزيرو. اكزامبل دونك شوفوا هاد الاكزامبل سي دو اف لتحت، عندي اف دو ا كبر من زيرو اف دو بي صغر من زيرو، يعني اف دو ا في اف دو بي صغر قطعة من زيرو. سافو ديغ كو لي سيني دو اف دو ا و اف دو بي مختلفين، اف دو ا موجب اف دو بي سالب، ولا اف دو ا سالب و اف دو بي موجب. دونك تيقول لي تي في اي اذا يوجد اكس زيرو ينتمي للمجال المفتوح ا بي بحيث اف دو اكس زيرو كتساوي زيرو. دونك ردوا معايا البال مزيان هنايا، لان كنقولوا المجال المفتوح. علاش المجال مفتوح؟ حيت اف دو ا في اف دو بي ساقطع من زيرو. كون كان اف دو ا كتساوي زيرو ولا اف دو بي كتساوي زيرو ما كاينلاش نطبقوا تي في اي، باسكو باينه اف دو ا كتساوي زيرو اف دو بي كتساوي زيرو. دونك هذا انترفال اوفير مجال مفتوح. دونك بور شيماتيزي نشوفو ان اكزامبل سامبل. دونك هاد لا فونكسيون سويفونت لي بلورونج، هادي اف و دي اس ادي، اون فيت هادي سي دو اف. فوالا سي دو اف شنو عندي هنايا؟ عندي اف دو بي صغر قطعة من زيرو، وعندي اف دو ا كبر قطعة من زيرو. واش كيبان ليكم؟ فعلا اف ال سانول، دونك ماشي في نقطة وحدة مي في بليزيوغ بوان. اف دو اكس تساوي زيرو كتقبل في هاد ليكزامبل ربعة د الحلول،
Donc 4 solutions. Donc x1, x2, x3, x4. Donc مجموعة الحلول هي x1, x2, x3 ou x4. ولكن فوقاش يكون هاد لا سوليوشن كتكون وحيدة، فوقاش كتكون اونيك. دونك هادو الحالة الثانية ديالنا. شتي يقول لي الحالة الثانية ديال تي في، تيقول لي عندي اف متصلة في المجال ا بي، عندي اف دو ا في اف دو بي اثر قطعا من زيرو ديجا دابخي لا بروميير فورمولاسيون ديال المبرهن القيم الوسطي اللي شلنا قبيله. هاد المعادله كتقبل لي حل، هادي بعدا عارفينها ياك، يعني يوجد اكس زيرو ينتمي الى المجال المفتوح ا بي في حيث اف دو اكس زيرو كتساوي زيرو. ولكن فاش كنزيد لا كونديسيون الثالثه، يعني ان اف رتيبه قطعا، يعني اما تزايديه قطعا ولا تناقصيه قطعا، فديك الساعات تنقول ان المعادله اف دو اكس ايكال زيرو كتقبل الحل الوحيد. تيبان لكم في هذا ليكزومبل سي دو اف، تيبان لينا في هذا ليكزومبل بان فعلا تيكون عندي حل واحد. المهم تمعنوا فيها مزيان وبراتيكيوها ويبانوا لكم الخاصيات. اذا خاصيات شنو؟ بيان سور. دونك لي زابليكاسيون في التمارين ديال تي في اي اش كتلقاو؟ اما كيطلب منك التمرين بين بان يوجد اكس زيرو ينتمي الى اي بحيث اف دو اكس زيرو كتساوي زيرو. انا كنطبقو لو تي في اي كيف ما شلناه فورم اون ولا فورم دو، على حسب قال لك واش اكس زيرو واحد ولا لا ياكم. دونك بروميير كاتيغوري دو كيستيون هي كيستيون اون، دوزيام كاتيغوري دو كيستيون. دونك شنو الصنف الثاني ديال الاسئله يقدروا يطرحوهم عليا في شي تمرين؟ تيقول لي برهن بان يوجد اكس زيرو ينتمي الى اي بحيث اف دو اكس زيرو كتساوي كا. حنا في تي في اي شلنا اف دو اكس كتساوي زيرو، هادي كنعرفو نحلوها. ولكن الا اخترنا لا فونكسيون اش دو اكس هي اف دو اكس موان كا لكل اكس ينتمي الى اي، فان شنو؟ دونك باش نبينو ان اف دو اكس زيرو كيساوي كا، يسوفي نبين ان اش دو اكس كتساوي زيرو. وكنطبقو تي في اي على اش، تي في اي كنطبقو على اش دو اكس. دونك تروازيام كاتيغوري دو كيستيون، كيطلب مني بان نبين لي بان يوجد اكس زيرو بحيث الدالتين كيتقاطعو في هاد النقطة اكس زيرو، يعني ان اف دو اكس زيرو كتساوي جي دو اكس زيرو. دونك نفس الحاجة كنختار لا فونكسيون اش لي اشاك اكس كتاسوسي ليه اف دو اكس ناقص جي دو اكس. دونك إذا بغيت نبين هادي يكفي أن نبين بأن يوجد اكس زيرو بحيث اش دو اكس زيرو كتساوي زيرو. بالفعل فإذا عوضتو لا فورمولا اش تبان لكم أن اف دو اكس زيرو كتساوي جي دو اكس زيرو. دونك هادو هما لي تخوا كاتيغوري دو كيستيون نقدرو نطرحو فيهم في التمارين. دابا نديرو دي زيكزومبل دابليكاسيون. التمرين الأول، بين أن يوجد اكس زيرو في المجال بي على ستة بي على ربعة بحيث كوسينوس اكس كتساوي تانجونت اكس. بيان سور نستعملو تي في اي. داكوغ نشوفو التمرين الأول على بركة الله. دونك شيقولي تي في اي خصني نعتبر واحد لا فونكسيون اف دو اكس هي كوسينوس اكس ناقص تانجونت اكس. الا كنت باغي نبين هاد ليكواسيون كتقبل الحل، خصني نبين ان اف دو اكس كتقبل الحل، اف دو اكس كتساوي زيرو كتقبل الحل. دونك نحاولو نطبقو تي في اي على هاد لا فونكسيون هادي في المجال. بيان سور مجال خصني نقيد عندي المجال المهم بزاف هو بي على ستة بي على ربعة. داكوغ. دونك عندي اف متصلة على اي، علاش؟ لان الدالة كوسينوس متصلة على اي، الدالة طونجونت متصلة على اي، مجموع دالتين والطرح ديالهم دائما تيكون متصل. دونك هادي عندي على باز. دابا نشوفو جداء اف ديال بي على ستة فوا اف دو بي سور كاتر شو تساوي ليا؟ نشوف اف دو بي على ستة بوحديتها. دونك الى عوضت كوسينوس بي سور 6 موان تانجونت بي سور 6 علاش كنحصل؟ دونك هادي هي جذر 3 على 2 ناقص دونك 1 سور راسين دو 3. دونك بيان سور هاد العدد موجب، كتحسبو كالكولاتريس ولا المهم كديرو ابروكسيماسيون راسين دو 3 تقريبا كتساوي لي تقريبا 1.6 ولا شي حاجه بحال هكداك، 1.6 سور 2 كبر من 1 سور راسين دو 3. المهم اف دو بي سور 4 اش كتساوي ليا؟ دونك راسين دو 2 سور 2 ناقص 1. دونك هذا
سرقت من زيرو بيان سور، لان علاش؟ حيت راسين دو دو صغر من راسين دو كاتر، راسين دو كاتر هي دو، هاد العدد سرقت من واحد ومنه فان دونك عندي عدد موجب وعدد سالب، كيفاش يكون جذع تاعهم؟ تيكون سرقت من الصفر. اذا شكون يكون عندي لي دو كونديسيون ديال تي في اي ديال مبرهنات القيم الوسيطيه. اذا في المعادله اف دو اكس زيرو كتساوي زيرو، تقبل حل، تقبل حل، ومنه يوجد اكس زيرو بحيث كوسينوس اكس زيرو كيساوي تانجنت اكس زيرو. دونك دابا باش قال لي السؤال الثاني، هل اكس زيرو واحد؟ باش نعرفوا ان اكس زيرو واحد ولا لا، اش قلنا؟ خصنا نزيدو كونديسيون الثالثه. كونديسيون الثالثه كتقول لي ان اف خص تكون رتيبه قطعا، رتيبه قطعا. دونك كيفاش نبينو ان الداله رتيبه؟ كنشدو ديك الداله اف دو اكس كنشقوها، اف بريم دو اكس كتساوي ليا. دونك عندي كوسينوس اكس موان تانجونت اكس كامل بريم، كوسينوس اكس الاشتقاق تاعو هو موان سينوس اكس، دونك موان الاشتقاق ديال تانجونت اكس هو ان بلس تانجونت اكس او كاري. اش كيولي عندي؟ دونك عندي موان سينوس اكس موان زان موان تانجونت اكس او كاري. هادي شنا هي؟ هي سينوس ديال موان اكس موان زان موان تانجونت او كاري دو اكس. دونك شنو؟ هذا دائما سالب، وهذا دائما سالب تاهو. علاش؟ لان سينوس اكس دائما اصغر من او يساوي واحد. وعلاش نقولو هنا هذا اون فيت ماشي سالب وصافي، سالب قطعا. علاش سالب قطعا؟ علاش؟ حيت سينوس اكس كتساوي واحد ماشي في المجال بي سور 6 بي سور 4 بحال اللي مطلوب هنايا. دونك باش تكون عندي سينوس موان اكس كتساوي واحد، خاص تكون عندي موان اكس كتساوي بي سور 2 بترديد 2 بي بيان سور. اذا فان هاد الاف بريم دو اكس اصغر قطعا من الصفر، ومنه اف تنازليه قطعا، تناقصيه قطعا عفوا. اذا اف رتيبه قطعا، ومنه فان اكس زيرو واحد افكتيفمون. شوفوا دابا السؤال الاخير، هل المعادله كوسينوس اكس كتساوي واحد على بي سور اكس تقبل حل في المجال صفر بي؟ دونك عندي اي هو زيرو بي، وعندي اف دو اكس هي شنو المعادلة تاعي عفوا؟ قلنا ان كوسينوس اكس كتساوي ان سور بي اكس، شي قلنا. دونك هادي الى رجعنا لشكل فونكسيون، شنو هي الفونكسيون اللي ناخدو؟ ناخدو اف دو اكس كتساوي كوسينوس اكس موان ان سور بي اكس، ولا سي اون في ريفورمولي هاد ليكواسيون كتكافئ ليا شنو؟ كتكافئ ليا انك اكس كوسينوس اكس كتساوي ان سور بي. والصراحه انا كنفضل نخدم بهاد كنفضل نخدم اكس كوسينوس اكس مو ان سور بي، اكس كوسينوس اكس مو ان سور بي، كنحاول نتفادى اكس في المقام. دونك اعتبروا لا فونكسيون هي اكس كوسينوس اكس مو ان سور بي. الى صبرناها دونك عندي اف دو زيرو واش كتساوي ليا؟ نحاول نشوفوا الحدود ديال الانترفال ديالي. اف دو زيرو هي مو ان سور بي ياكم، و اف ديال بي هي موان بي موان ان سور بي. مشكلة هادي باسكو عندي جوج اعداد سالبة قطعا، منقدرش نطبق تي في اي واقيلا. ولكن الى شفت وسط هاد المجال شفنا دي فالور اللي كنعرفو نحسبو كوسينوس تاعهم، بحال بي سور دو، بحال بي سور سيس، بحال بي سور تخوا. دونك جو بخون باغ اكزومبل بي سور تخوا، ندير اف دو بي سور تخوا. ليش نحصل؟ نحصل على بي سور 3 فوا ان دومي هي بي سور 6 موان ان سور بي. دونك هادي نحاول نعمل واحد المقامات، بي مربع ناقص 6 على 6 بي. دونك بي مربع بي كتساوي لي تقريبا 3، بي مربع كبر من 9، دونك هاد العدد كبر قطعا من 0. اذا
شي ولي ادي اف دو بي سور 3 كبر قطعه من زيرو نخص هنا اف دو بي سور 3 كبر قطعه من زيرو اف دو زيرو صار قطعه من زيرو. اذا يوجد اكس زيرو ينتمي الى المجال المفتوح زيرو بي على 3 بحيث اف ديال اكس زيرو كتساوي زيرو، يعني كوسينوس اكس زيرو كتساوي 1 سور بي اكس زيرو كتقبل الحل في هذا المجال هذا، ومنه كتقبل الحل في هذا المجال الكبير اللي هو زيرو بي. ممكن نتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس من الاعجاب تاعكم، وشوفكم في حلقة قادمة من كازاكو.com ان شاء الله.